بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك علام الغيوب. مرحبا بكم في قناة نور المعرفة، حيث نسعى دائما لاكتشاف أسرار الماضي وكشف الغموض الذي يحيط به. اليوم هنخوض معا مغامرة شيقة ومثيرة مع مجموعة من العلماء اللي اكتشفوا كنيسة مهجورة عمرها آلاف السنين، واكتشفوا بداخلها مخلوقات مميتة تهدد بتدمير البشرية. تابعوا معنا هذه القصة المثيرة والمليئة بالأحداث المرعبة. في يوم من الأيام، مجموعة من العلماء كانوا شغالين في منطقة مهجورة بعيدة عن الناس. كان عندهم هدف إنهم يكتشفوا أسرار الماضي ويدوروا على آثار قديمة. العلماء دول كانوا من مختلف التخصصات، فيهم عالم آثار وعالم جيولوجيا وعالم تاريخ وعالمة أنثروبولوجيا. كانوا متحمسين جداً لاكتشافهم اللي ممكن يغير فهمهم للتاريخ. العلماء قعدوا يحفروا في الأرض لفترة طويلة، وفي يوم وهم بيحفروا لقوا مدخل لكنيسة قديمة. المدخل كان مدفون تحت الأرض مغطى بالأتربة والحجارة. شكل المدخل كان يوحي إنها كنيسة قديمة جداً، يمكن من آلاف السنين. العلماء قرروا يدخلوا الكنيسة ويشوفوا إيه اللي جوه. واحد منهم الدكتور عمر كان أول واحد يدخل، كان شايل كشاف قوي عشان يقدر يشوف في الظلام. وهم داخلين كانوا حاسين بشعور غريب، زي ما يكون فيه حاجة مش طبيعية. الجو كان بارد والمكان مليان غبار وعناكب، وكل خطوة كانت بتطلع صوت صدى غريب. في البداية المكان كان ضيق ومظلم جداً. بعد شوية وصلوا لقاع الكنيسة، وكانت مساحتها كبيرة بس ما فيش إضاءة غير الكشافات اللي معاهم. الجدران كانت مغطاة بنقوش قديمة ورسومات دينية، لكن كان فيه حاجة غريبة في الرسومات، زي ما تكون بتحكي قصة مرعبة. الدكتورة مريم عالمة الأنثروبولوجيا بدأت تدرس النقوش والرسومات، لقت إن الرسومات بتحكي عن مخلوقات غريبة كانت بتهاجم الناس في العصور القديمة، والكنيسة دي كانت ملجأ للناس اللي كانوا بيهربوا من المخلوقات دي. وهم بيتقدموا جوه الكنيسة لقوا تمثال ضخم في منتصف المكان. التمثال كان مصنوع من حجر أسود وكان شكله مرعب زي حارس قديم. التمثال كان شكله زي مخلوق بشري، لكن بملامح وحشية وعينين كبيرة وفم مفتوح بأسنان حادة. الدكتور أحمد عالم الآثار كان متحمس جداً بالاكتشاف ده، قرر يقرب من التمثال ويلمسه. بمجرد ما لمس التمثال حس ببرودة شديدة في جسمه. فجأة سمعوا صوت غريب زي صوت حيوانات شرسة بيجي من أعماق الكنيسة. الدكتور سليم عالم الجيولوجيا قال بصوت متوتر: لازم نخرج من هنا دلوقتي، المكان ده مش طبيعي. لكن قبل ما يقدروا يتحركوا الأرض بدأت تهتز، وكان في ضوء أحمر خفيف بيظهر من تحت التمثال. العلماء كانوا في حالة ذعر، وكل واحد فيهم كان بيفكر إزاي يخرج بأمان. لكن للأسف كانوا على وشك يكتشفوا إن الكنيسة دي مش مجرد مكان مهجور، دي بوابة لجحيم المخلوقات اللي كانوا بيحاولوا يهربوا منها زمان. الدكتور أحمد وقف مذهول قدام التمثال الضخم اللي في منتصف الكنيسة. كل ما لمس التمثال حس ببرودة غير طبيعية تتسلل لجسمه. باقي العلماء كانوا حوالين المكان بيدرسوا النقوش والرسومات القديمة اللي على الجدران، وفجأة الصوت الغريب اللي سمعوه بدأ يزيد زي صوت حيوانات شرسة في طريقها للهجوم. الدكتور سليم قال بصوت متوتر: الصوت ده مش طبيعي، لازم نخرج حالاً. الدكتور عمر حاول يهدئ المجموعة، لكن كان واضح إن الخوف بدأ يسيطر عليهم. الدكتورة مريم قربت من التمثال هي كمان وحاولت تقرأ النقوش اللي تحته. فجأة الأرض بدأت تهتز بعنف، وكأن الكنيسة نفسها بتتحرك. من تحت التمثال بدأ يطلع ضوء أحمر ضعيف كان بيكبر ببطء، وفي اللحظة دي بدأوا يشوفوا حركة في الظلال اللي حوالين الكنيسة. الظلال كانت بتتحرك بسرعة وكأنها كائنات حية، وفجأة ظهرت مخلوقات غريبة من الظلام. كانت بحجم الخفافيش الكبيرة لكن بأسنان حادة وعينين حمراوين متوهجة. المخلوقات دي كانت بتطير بسرعة في الهواء وبتصدر أصوات مرعبة. الدكتور أحمد صرخ: جروا بسرعة! وبدأوا كلهم يجروا في اتجاه المدخل. المخلوقات بدأت تهاجمهم واحدة واحدة. الدكتور سليم كان أول واحد يصاب، المخلوق عضوا في كتفه وبدأ يسحب منه الدم. باقي العلماء كانوا بيحاولوا يهربوا بكل قوتهم، لكن المخلوقات كانت سريعة جداً. الدكتورة مريم حاولت تهرب بس المخلوقات كانت ملتفة حواليها وحاولت تقاوم، لكن مفيش فايدة.
الدكتور عمر والدكتور أحمد كانوا آخر اثنين وقدروا يوصلوا للمدخل أخيراً. وهم خارجين سمعوا صوت صرخات باقي المجموعة خارج الكنيسة. كانوا متحطمين وخايفين، لكن كانوا عارفين إنهم لازم يحذروا الناس من الخطر اللي شافوه جوه. الدكتور عمر قال لازم نبلغ السلطات ونجيب مساعدة، المخلوقات دي لو خرجت هتدمر البشرية كلها. رجعوا للمكان تاني مع مجموعة من الجنود والمعدات. الجنود كانوا مجهزين بأسلحة ومعدات حديثة. الدكتور أحمد شرح لهم اللي حصل جوه وقال المكان ده خطر جداً، لازم نكون حذرين. دخلوا الكنيسة تاني، لكن المخلوقات كانت مستعدة ليهم. الهجوم كان عنيف والجنود حاولوا يقاوموا بكل قوتهم. كانوا بيسمعوا أصوات الصرخات والمعارك جوه الكنيسة، لكن كانوا مصممين على إنهم يقضوا على المخلوقات دي. المخلوقات كانت بتهاجم الجنود والعلماء بكل قوة، والكنيسة بقت ساحة معركة حقيقية. كان واضح إن المخلوقات مش مجرد حيوانات، دي كانت كائنات ذكية وشرسة. مع دخول الجنود والعلماء الكنيسة مرة تانية، كانت المخلوقات مستعدة للهجوم. الإضاءة الخافتة جوه الكنيسة كانت بتزيد من الرعب، وأصوات الصرخات من المخلوقات كانت بتصيبهم بالخوف. الجنود كانوا مجهزين بأسلحة حديثة وكشافات قوية، لكن المخلوقات كانت سريعة وشرسة. أول ما دخلوا، المخلوقات بدأت تهاجم من كل اتجاه. الجنود كانوا بيحاولوا يقاوموا بكل قوتهم، لكن المخلوقات كانت بتستخدم الظلام كغطاء وبتهاجم من الزوايا الخفية. الرصاص كان بيسمع في المكان، لكن المخلوقات كانت بتتحرك بسرعة كبيرة وبتفاجئ الجنود في كل لحظة. الدكتور أحمد كان بيحاول يساعد الجنود ويوجههم للمخلوقات، لكنه هو كمان كان معرض للهجوم. شاف واحد من الجنود بيحاول يطلق النار على مخلوق ضخم، لكن المخلوق كان أسرع وقفز عليه وأسقطه على الأرض. الدكتور أحمد جري بسرعة نحو الجندي وحاول يساعده، لكن المخلوقات كانت بتتزايد وكأنها بتخرج من كل ركن في الكنيسة. الدكتور عمر كان بيحاول يدور على أي طريقة لإغلاق المدخل اللي بيخرجوا منه المخلوقات، وهو بيدور لقى نقوش على الحائط كانت بتشير لمكان مخفي تحت الأرض. قرر يستدعي مجموعة من الجنود وبدأوا يحفروا في الأرض لغاية ما وصلوا لباب حجري قديم. فتحوا الباب ولقيوا ساحة صغيرة مليانة جماجم وعظام بشرية، وفي النص كان فيه صندوق قديم مصنوع من الحديد. الدكتور عمر قرر يفتح الصندوق ولقى جواه مجموعة من التمائم والأدوات القديمة اللي شكلها كان يوحي إنها كانت مستخدمة في طقوس سحرية. في اللحظة دي دخلت مخلوقات أكتر، والهجوم كان بيزداد عنفاً. الجنود كانوا بيتراجعوا للخلف، والعلماء كانوا بيحاولوا يدوروا على طريقة للهروب. الدكتور أحمد شاف إن الوضع بقى مستحيل وقال لازم نخرج من هنا فوراً، المخلوقات دي مش هتسيبنا على قيد الحياة. الدكتور عمر قرر ياخد الصندوق ويخرج بسرعة مع الباقي. وهم بيحاولوا يهربوا، المخلوقات كانت بتحاول تمنعهم بأي طريقة. الدكتور أحمد كان بيقود المجموعة نحو المدخل، لكن كان واضح إن المخلوقات مش هتسيبهم يخرجوا بسهولة. مع وصولهم لباب الكنيسة، الأرض بدأت تهتز بعنف وكأن الكنيسة نفسها بتنهار. الجنود كانوا بيحاولوا يحموا العلماء، لكن المخلوقات كانت بتحاصرهم من كل جانب. في اللحظة الأخيرة، الدكتور عمر قرر إنه لازم يضحي بنفسه عشان ينقذ الباقي. قال اطلعوا انتوا، أنا هحاول أشغل المخلوقات هنا، وبدأ يطلق النار على المخلوقات بجنون عشان يدي الفرصة للباقي إنهم يخرجوا. الدكتور أحمد والدكتورة مريم والجنود الباقيين جريوا بسرعة نحو المدخل وخرجوا من الكنيسة بصعوبة. خارج الكنيسة كانوا متحطمين ومتعبين، لكن كانوا عارفين إنهم لازم يفكروا بسرعة في حل يوقف المخلوقات دي. الجنود قرروا إنهم يفجروا الكنيسة بالكامل عشان يمنعوا المخلوقات من الانتشار خارجها. في النهاية العلماء والجنود جمعوا المتفجرات حوالين الكنيسة وجهزوا كل حاجة للتفجير. الدكتور أحمد والدكتورة مريم كانوا شايفين إن ده الحل الوحيد لإنقاذ البشرية. مع شروق الشمس فجروا الكنيسة بانفجار ضخم، وكان الدخان والرماد بيملى المكان. المخلوقات اتحرقت واتدمرت، والأرض اهتزت من قوة الانفجار. العلماء والجنود كانوا متجمعين حوالين المكان المحترق ومرهقين، لكن كان عندهم شعور بالراحة إنهم أنقذوا البشرية من كارثة محققة. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة المرعبة دي، اللي بتفكرنا دايماً بأهمية الحذر واحترام أسرار الماضي.
أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا واستفدتوا من المغامرة دي. لو عجبتكم القصة وعايزين تشوفوا المزيد من القصص المثيرة والأسرار الغامضة، متنسوش تعملوا اشتراك في قناة نور المعرفة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مغامرة جديدة وقصة مشوقة على نور المعرفة.